اهلا بكم في مال واعمال. انا دينا سالم، ضيفي الليله حمدي حسني، المتحدث الاعلامي للدفع والتحصيل الالكتروني بوزاره الماليه، للحديث عن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في ظل بدايه الالزام بتطبيقه في سبتمبر المقبل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان لعقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لتعزيز آليات التعاون المشترك، وهذا على مختلف الصعود. وأشاد الرئيس بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة بين مصر واليونان في جميع المجالات، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة. هذا فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة الشرق الأوسط. للمزيد ينضم إلينا مباشرة الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. وبداية، لقاء الرئيس السيسي اليوم برئيس الوزراء اليوناني تطرق إلى زيادة التعاون التجاري بين البلدين، ما تقييمك لحجم الاستثمارات القائمة بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أرحب بحضرتك والسادة المشاهدين. في الحقيقة طبعا علاقة مصر باليونان هي علاقة وطيدة على مر التاريخ، كانت من عصر الفراعنة والعلاقات الوطيدة مع الإغريق، وده تطور، ولكن العلاقات دي شابها بعض الجفاء خلال السنوات اللي فاتت. الجفاء ده زال مباشرة وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من خلال وجود فخامة الرئيس تطورت العلاقات بين مصر وبين اليونان تطور كبير جدا، كان نتيجته تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر بين مصر وقبرص، وتعيين مناطق استخراج الغاز، وده ترتب عليه ارتفاع كبير جدا في معدلات التبادل التجاري ما بين مصر وما بين اليونان. في الحقيقه على مر اخر 3 سنوات تحديدا كان التبادل التجاري بيزيد كل سنه بمعدل 35%، يعني الصادرات المصريه لليونان في عام 2018 وفي عام 2019 كانت بتزيد كل سنه بمعدل 35%، لكن في 2021 حصل تطور غير مسبوق. في الربع الاول من 2021 الصادرات المصريه لليونان زادت بنسبه 143%، يعني عاده في الربع الاول من كل عام بتكون الصادرات المصريه لليونان حوالي 140 مليون دولار. السنه دي في الربع الاول من السنه الصادرات المصريه حققت 349 مليون دولار. الرقم ده احنا لازم نقف قدامه بشكل كبير جدا، زياده 143% في حجم الصادرات المصريه، يعني الصادرات المصريه لليونان تضاعفت مره ونص في خلال الربع الاول من السنه. أنا من وجهة نظري إن التضاعف ده حصل أولاً التقارب السياسي ما بين مصر واليونان، إدى رجال الأعمال المصريين واليونانيين حرية حركة كبيرة جداً، فرصة كبيرة جداً للتعاون. يعني السنة اللي فاتت كان في زيارة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان، وده تبعها زيارة لرجال أعمال مصريين لليونان، سمح لهم إن هم يفتحوا أسواق جديدة ويعملوا حملات ترويجية وتسويقية للمنتجات المصرية. السنة دي سيادة رئيس الوزراء اليوناني موجود في مصر، فالزيارات دي والدعم السياسي والتفاهمات السياسية كان ليها انعكاسات كبيرة جدا على التبادل التجاري، إن ده زاد من مساحة الثقة التجارية وزاد من مساحة التعاون التجاري وفتح الأبواب المغلقة للصادرات المصرية. في الحقيقة اليونان بتمثل سوق كبير جدا لأنها مصدر للصادرات للاتحاد الأوروبي ككل،
فدي بتشكل فرصه كبيره جدا للتوسع المصري في الصادرات، وانا يعني سعيد جدا بزياده الصادرات اللي حصلت السنه دي في الربع الاول. طيب كيف يمكننا البناء على هذا النمو الذي حصل في الربع الاول و يعني جذب مزيد من الاستثمارات اليونانيه الى مصر في المقابل؟ السنه دي حجم الاستثمارات اليونانيه في مصر حوالي 600 مليون دولار امريكي، بتتراوح في الحجم ده، وكل ما هيكون في تفاهم سياسي اكبر. يعني النهارده لقاء فخامه الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني شمل عده ملفات سياسيه وكلها فيها تقارب، في تقارب في الافكار وفي الرؤى، فكل ما التقارب ده بيزيد كل ما ده بيفتح الابواب للمصريين لمزيد من العمل. حتى تعداد المصريين العاملين في اليونان، يعني جزء من مصادر الدخل القومي المصري هي تحويلات العاملين المصريين في الخارج. فعدد المصريين العاملين في اليونان زاد السنه اللي فاتت، ترتب عليه زياده في دخل المصريين العاملين في اليونان في المبالغ اللي هم بيحولوها من 7 مليون دولار امريكي الى 8 مليون دولار امريكي. فاحنا محتاجين الى مزيد من هذا التفاهم، يعني محتاجين ان احنا نستمر في بناء علاقه الثقه مع اليونان باعتبارها شريك وحليف تجاري مهم جدا لمصر. طيب لنتحدث عن القطاعات التي ترى أنه سيكون فيها يعني مساحة كبيرة للنمو في الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالمستثمرين المصريين في اليونان أو اليونانيين في مصر. في الحقيقة طبعا بجانب العلاقات الخاصة بالتبادل المرتبط بآبار البترول وآبار الغاز، ده جزء كبير جدا من التفاهمات اللي بتتم ما بين مصر وما بين اليونان، لكن في صادرات مصرية أخرى موجودة لليونان وهي من الخضروات والفواكه والمصنوعات الجلدية والمصنوعات الزجاجية والحرف والمصنوعات التراثية، دي كلها صادرات مصرية مطلوبة ومقبولة في اليونان. وخلينا نوضح أكتر للسيد المشاهد إن اليونانيين بيحبوا مصر وعارفين مصر كويس، وفي منتجات مصرية ليها عندهم قبول زي ما قلت لحضرتك، زي الفواكه المصرية. الفواكه المصرية ليها طابع خاص، ليها شكل خاص وليها مذاق خاص، ففي منتجات نقدر نتوسع فيها زي كمان الملابس، زي الصناعات الجلدية زي ما قلنا، ففي منتجات متعددة. أما بالنسبة للعلاقات بقى من اليونان، إيه الصادرات بتاعتهم لينا؟ صادرات في مواد البناء، في صناعة الألمنيوم، في برضو في الملابس، في المعاملات الخاصة بالصناعات البحرية، ففي مجالات متنوعة نقدر ان احنا نستفيد منها في المستقبل بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال السعي الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة. وأضاف معيط أن ذلك يسهم في توسيع شبكة خدمات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومي، سواء في بورسعيد أو غيرها من محافظات المرحلة الأولى التي تسابق الزمن لتطبيق هذه المنظومة الجديدة. التقى هشام الدين حسين وزير الخارجية الماليزي بيحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم لمناقشة الفرص الاستثمارية للجانب الماليزي داخل المنطقة الاقتصادية. وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أهم ملامح الخطة التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة والتي بدأت توطين البعض منها في المناطق الصناعية، وكذلك أهم الإجراءات والقواعد والقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية والتي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسهيل مناخ الأعمال أمام المستثمرين. أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة ضمن باقة خدماته للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك على منصة إدرس في مصر.
والتي يشرف عليها قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك إن تلك الخدمة تأتي تدعيما لاتفاقية التعاون الموقعة بين البنك ووزارة التعليم العالي في سبتمبر الماضي، والتي تستهدف توفير حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات الدفع بسهولة وأمان للحد من التعامل النقدي. والآن مشاهدينا متابعة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. ارتفاع جماعي للمؤشرات المصرية اليوم، حيث صعد اي جي اكس 30 ب 2.17% ليغلق عند مستوى 10061 نقطة، كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 ب 1.18% ويقترب صعود مؤشر اي جي اكس 100 من هذه النسبة أيضا ليغلق عند 3316 نقطة. يأتي هذا وسط قيم تداولات بلغت 1.780 مليار جنيه مصري. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده. الحكومة تقر مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات. أهلا بكم من جديد. قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن إجمالي ما تم صرفه من صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرات سداد مستحقات متأخرة للشركات المصدرة بلغ 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة. وأضافت أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 1186 شهادة ل 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة 4.6 مليار جنيه. هذا وافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية الصادرات باعتبارها من الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي. الحديث حول برنامج رد أعباء الصادرات الذي أقرته الحكومة ينضم إلينا عبر الهاتف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة. أهلا وسهلا بحضرتك، وخلينا في البداية نتعرف على انطباعاتك من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات. الخير عليكي. طبعا انطباعي سعيد جدا بالبرنامج الجديد، هو برنامج توافقي، برنامج يعني ما شفناش زيه منذ 20 سنة فاتت، برنامج يمكن هيخدم الصناعة ويخدم التصدير ويزيد من حجم الصادرات خلال المرحلة القادمة بصورة كبيرة جدا. ايه اللي بيميزه بالظبط، ايه اللي بيميزه عن النظام الذي كان متبعا في الفتره الاخيره؟ الحقيقه هو اهم حاجه في البرنامج ده انه كان برنامج تشوقي، بمعنى
يمكن دولة رئيس الوزراء عمل أكثر من 16 اجتماع مع رجال الصناعة والمصدرين والمجال التصديرية ومنظمات رجال الأعمال المعنيين بالتصدير، ودي يمكن حاجة ما اتعملتش قبل كده. فاتاخد آراء الجميع علشان ما يجيش حد بعد كده يقول البرنامج ما كانش جيد أو كان فيه مشاكل أو ما إلى ذلك. ده طبعا أتى مع رؤية صائبة ورؤية واضحة وهدف كان من سيادة الرئيس أنه عايز يصل بحجم الصادرات ل 100 مليار. دي بحد ذاتها ادتنا انطباع أن الدولة والسيد الرئيس مهتم جدا بعملية التصدير، ويعني أنه ده هدف إحدى الأهداف الرئيسية. يمكن ده من الحاجات اللي شجعت المصدرين يهتموا أكتر، يحاولوا يفتحوا أسواق جديدة، يكون في دافع. أصبح النهارده في دافع، النهارده اعتمد 8 مليار جنيه لدعم الصادرات او مسانده الصادرات او رد الاعباء التصديريه خلال العام المقبل، وده رقم اعتقد ان هو بدايه طيبه جدا نبدا بيها. من اقدر اقول لك بس من اهم المظاهر بتاعه البرنامج الجديد او من اهم النقاط الجيده اللي فيه ان هيتم الشحن او دعم الشحن او مسانده الشحن لبعض الدول ومن اهمها افريقيا. افريقيا النهارده وصلنا لمسانده الشحن هتصل ل 80%، واحنا في الحقيقه كان من اهم مشاكل افريقيا اللي ما كانش بتساعدنا على التصدير ليها ان كان تكلفه الشحن كانت عاليه جدا. النهارده اصبح عندي مسانده 80% هتساعدني ان انا افتح اسواق جديده جوه افريقيا، هتساعدني على رفع القدره التنافسيه بتاعتي. انا كان عندي دول كثيره جدا كانت بتنافسني جوه افريقيا لان كانت تكلفتها اقل مني. النهارده لا، عندي احدى البنود الرئيسيه اللي تقلل من تكلفتي وترفع قدرتي التنافسيه هتساعدنا على فتح هذا. ما هي اليات تخفيض اسعار الشحن للدول الافريقيه؟ الحقيقه الدول الافريقيه ليها طبيعه خاصه جدا. احنا كان حجم المراكب اللي بيروح افريقيا ما كانش كبير، لذلك تكلفته كانت عاليه شويه. فاحنا قررنا كمصدرين ان احنا نعمل لوجيستيك ارياز هناك ونعمل مناطق تخزينيه كبيره. بالفعل احنا عندنا منطقه تخزينيه في تنزانيا، عندنا ثلاث مناطق تخزينيه او ثلاث مخازن كبار جدا في كينيا. ودول يمكن مساعدنا ان احنا نوزع للمنطقه او للدول الحبيسه اللي حوالينا. يعني النهارده السوق الافريقي دايما بقول ان كلمه السر في السوق الافريقي هي البضاعة الحاضرة. كلما كانت هناك بضاعة حاضرة في السوق الأفريقي كلما زادت المبيعات وكلما قدرنا ان احنا نوزع اكثر. نعم. فيمكن دي من الحاجات الهامة جدا اللي قائمين عليها في خلال المرحلة الحالية. طيب البرنامج بيتضمن ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، ما أبرز هذه القطاعات؟ الحقيقة من أبرز هذه القطاعات قطاع السيارات، وهو قطاع واعد جدا في مصر، خاصة عملية التجميع. النهارده أصبح مصر يعني إحدى المراكز الرئيسية لتجميع السيارات، وإحنا بنتمنى طبعا يزيد فيها المكون المحلي. النهارده إحنا بنعمل جزء كبير جدا من السيارات بيتعدى 30% تقريبا بيصنع محليا، ودي نسبة جيدة بنتمنى إنها تزيد وتصل إلى 50% خلال الفترة القادمة. فده قطاع السيارات من احدى القطاعات الهامه جدا. قطاع السيراميك وما كانش موجود برضه السيراميك هيخش، والاهم من كده وكده القطاع الادويه. يمكن النهارده الدواء المصري له سمعه طيبه جدا في الخارج، لكن ما كناش بنقدر ننافس. اعتقد مع دخول الدواء الصناعات الدوائيه في برنامج مسانده التصديريه هيرفع من القدره التنافسيه ليه، هيزود من حجم الصادرات. اعتقد ان احنا هنوصل لارقام جيده جدا مع نهايه العام. يمكن احنا ان شاء الله السنه دي هنتعدى 30 مليار دولار مع نهايه العام باذن الله. باذن الله. طيب فيما يتعلق بقطاع الصناعات الكيماويه والاسمده الذي تتراسه، ما هي الرؤيه بخصوص هذا القطاع بعد اقرار القانون بشكله الجديد؟ الحقيقه قطاع الاسمده والكيماويات واحدة القطاعات الهامة جدا، ويمكن هو بيتصدر قائمة القطاعات المصدرة. احنا بنمثل تقريبا 22% من حجم صادرات مصر،
ويمكن اقدر اديكي بعض الارقام على الخمس اشهر الاولى من هذا العام. احنا تعدينا يمكن عندي نسبه زياده عن العام الماضي في حدود ال 20% نسبه نمو مقارنه من يناير لمايو هذا العام عن الخمس شهور الاولى من العام الماضي، ودي نسبه اعتقد انها جيده، نتمنى ان هي تكبر مع نهايه هذا العام. يمكن من اهم القطاعات اللي قدرنا او من اهم البنود اللي قدرنا كان قطاع البلاستيك. قطاع البلاستيك يمكن هو بنسميه الحصان الاسود، يعني احنا تخطينا دي رقم كويس جدا، تعدى ال 20 مليار جنيه مصري حجم الصادرات، وده رقم يعتبر جيد. الأسمدة برضو لأن عندنا اتفاقية الميركوسور اللي ما في أمريكا اللاتينية، أوروغواي، بورغواي، الأرجنتين، والبرازيل، ويمكن الأسمدة احنا صدرنا بكميات كبيرة جدا خلال هذا العام، يمكن ده رفع برضو من حجم صادراتنا إلى دول العالم. ونتمنى السنة دي برضو ان احنا يعني النسبة لا تقل عن 25% ان شاء الله هنوصل لحجم زيادة عن العام الماضي بنسبة 25%. توقعات جيدة جدا، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. قررت المملكة العربية السعودية السماح لمستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في القطاع الرياضي والحصول على تراخيص لإنشاء أندية ومؤسسات رياضية خاصة. وقال وزير رياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن القطاع الرياضي شهد في الأعوام الأخيرة قفزات غير مسبوقة أسهمت في نمو القطاع بنسبة 170% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6 مليارات و500 مليون ريال. والآن نأخذ نظرة على إغلاقات بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم الاثنين. صعود في المؤشر السعودي ب16%، وأيضا صعود في الكويت ب10% مقابل هبوط في دبي ب10%، وتراجع أيضا في أبو ظبي ب0.5%. بورصات البحرين أغلقت على ارتفاع طفيف وهبوط في مسقط بأكثر من 18%. قالت وكالة موديز إن دول الخليج ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، وذلك مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015. وأضافت أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون القيد الرئيسي على الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج. هذا وتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل مع انتعاش الطلب على السفر. وقال البنك إن الاستهلاك العالمي للنفط سيستمر في تجاوز العرض في 2022 لأن التعافي الاقتصادي من وباء كورونا يعزز استهلاك الوقود، في حين أن الاستثمار في الإنتاج الجديد تعوقه المخاوف البيئية. وفي الوقت نفسه يتوقع البنك أن تظل إمدادات النفط الجديدة مقيدة، إذ سيضغط المساهمون على الشركات الكبرى للاستثمار في الطاقة المتجددة بدلا من الإنفاق على التنقيب الجديد. قال نائب وزير التجارة الصيني إن صادرات الصين إلى الدول العربية سجلت 123 مليارا و100 مليون دولار في عام 2020 بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي رغم تأثيرات كورونا. وأضاف أن حجم صادرات الصين والتجارة الثنائية مع الدول العربية وصل إلى 239 مليار و800 مليون دولار، حيث تعد الصين الشريك الأكبر في التجارة للدول العربية.
قال البنك المركزي الصيني إنه استدعى بعض البنوك ومؤسسات الدفع وحثها على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تداول العملات الرقمية، كما حث البنك المؤسسات على إجراء فحوصات شاملة على حسابات العملاء لتحديد المنخرطين في معاملات العملة الرقمية وقطع قنوات الدفع الخاصة بهم على الفور، وأوضح أنه يجب عليهم عدم تقديم خدمات مالية أخرى تتعلق بالعملات الرقمية. تخطط شركة بورشا لتطوير خلايا بطاريات السيارات الرياضية الكهربائية، وذلك بالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة. وقال المدير التنفيذي لبورشا إن عمليات شحن خلايا البطارية ستستغرق أقل من 15 دقيقة، بينما تستغرق البطاريات الحالية 22 دقيقة ونصف لشحن 80% منها. وتتوقع الشركة بلوغ الطاقة السنوية لمصنعها 100 ميجا وات في الساعة على الأقل، وهو ما يكفي لإنتاج خلايا لنحو 1000 سيارة رياضية سنوياً. مشاهدينا، فصل آخر في مال وأعمال، وبعده نلتقي بحمدي حسني المتحدث الإعلامي للدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية عن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حمدي. أهلا بك أستاذ دينا. أهلا بكم السادة المشاهدين. أهلا بكم من جديد. مع اقتراب موعد تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كان من الضروري تسليط الضوء على هذا القانون وأهميته، خاصة أنه أول قانون في مصر ينظم ويلزم باستخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية سواء للقطاع العام أو الخاص. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي حمدي حسني المتحدث الإعلامي للدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حمدي، وبداية لو تعرفنا بالقانون وأهميته. قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي هو القانون أو الإطار التنظيمي اللي بينظم ويلزم تحت مظلة كبيرة بتخاطب القطاع العام والقطاع الخاص باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، أو بمعنى بسيط المعاملات المالية الإلكترونية في حياتنا اليومية. اعتبارا من 7/9 هيتم الالتزام بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وده الحقيقة هذا القانون جاء في إطار توجيه المجلس القومي للمدفوعات، وهو المجلس اللي بيترأسه السيد رئيس الجمهورية، اللي كلف جلسته الأولى في 3/6/2017 لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية واللجنة التشريعية بإعداد مشروع هذا القانون وإحداث نقلة نوعية في معاملاتنا المالية نحو المعاملات الإلكترونية والتحول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد. طيب، نحن على اعتاب تطبيق القانون كما تحدثت، يعني مقرر تنفيذه او تطبيقه في سبتمبر. هل هناك مهله ربما لقيام المخاطبين باحكامه بتوفيق اوضاعهم؟ بالظبط يا فندم، هو القانون صدر في 2019 في شهر ابريل 2019، ثم صدرت اللائحه التنفيذيه لهذا القانون
في شهر سبتمبر 2020، والحقيقة هنا القانون واللائحة التنفيذية بينتهجوا نهج التدرج في التطبيق، وهذا النهج اتضح من خلال إعطاء مهلة لقيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم والاستعداد لهذه النقلة النوعية اللي هتتم في حياتنا في مجال معاملاتنا المالية. وبالتالي كانت الفلسفة هنا إن احنا ننتقل بشكل تدريجي بشكل متدرج عشان ما نعملش هزة في معاملاتنا المالية المعتادة بشكل مفاجئ قد يصعب التأقلم معاه. فبالتالي يا فندم لو جينا استعرضنا أهم الجهود اللي بذلت خلال فترة توفيق الأوضاع، هنلاقي إن احنا القانون هنا بيخاطب ثلاث شرائح أساسية، بيخاطب القطاع العام، وبيخاطب القطاع الخاص، وبيخاطب المواطنين باعتبارهم هم شريك أساسي وهم من طالب الخدمات من المؤسسات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. نعم. خلال هذه السنة قامت وزارة المالية بمجموعة من الإجراءات بتضمن توفيق أوضاع الجهات الخاضعة لولايتها، وهي على سبيل الحصر الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمية والاقتصادية، من خلال إتاحة قنوات أو وسائل قبول الدفع غير النقدي في هذه الجهات، تمثلت في ماكينات التحصيل الإلكتروني اللي بلغ عددهم ما يقرب من 20,000 ماكينة تحصيل تم توفيرها داخل الجهات الحكومية المختلفة. قمنا بإطلاق والإعلان بالاشتراك مع القطاع المصرفي عن ما يعرف باسم مدفوعة المواطن باشتراك ما يقرب من 18 بنك من العاملين في القطاع المصرفي بالإضافة للهيئة القومية للبريد. قمنا بإطلاق خدمة الكيو آر كود أو رمز الاستجابة السريع اللي بيعتمد على المحافظ الذكية في سداد المستحقات الحكومية. ومؤخرا قامت وزارة المالية في شهر مارس 2021 بإطلاق وثيقة الربط والتكامل اللي مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية عشان تمكن الجهات اللي عندها قواعد بيانات من التكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، بالإضافة إلى إطلاق وثيقة لربط الجهات ببوابة السداد الإلكتروني الحكومي لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وده اللي بيتيح للمواطنين سداد الخدمات في هذه الجهات عن طريق الويب سايت أو الإنترنت أو المواقع الإلكترونية. طيب. هنا يتبقى شريحتين هامتين جدا بيخاطبهم القانون، وهم مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين. وهنا الحقيقة احنا بنتوجه للسادة أصحاب المؤسسات بمزيد من الإيضاح، لأن القانون من 7/9 بيلزمهم وفقا لأحكامه باستخدام وسائل دفع غير نقدية. وفي نفس الوقت بنتوجه للسادة المواطنين ان انت من 7/9 لازم تكون مجهز وسيلة دفع إلكترونية عشان يستمر حصولك على الخدمات من الجهات الحكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص. طيب مؤسسات القطاع الخاص بنتحدث عن اي قطاعات مثلا؟ يعني هل مثلا نتحدث عن مستشفيات ام نتحدث عن مدارس؟ ما هي القطاعات التي يسهل تطبيق هذا النظام بها؟ بعد ذلك سنتطرق للقطاعات الاخرى بالتاكيد. خليني عشان أوضح لحضرتك الجزئية دي أفرق بأن القانون ألزم بالإتاحة لبعض الجهات، إنها ملزمة بالإتاحة، وألزم بعض الجهات ليس فقط بالإتاحة ولكن بتحصيل هذه المستحقات بالوسائل الإلكترونية. يعني المادة 4 من القانون ألزمت بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات بدون تكلفة إضافية تضاف على المواطنين، فبالتالي قطاع كبير من القطاع الخاص ملزم بإتاحة وسائل قبول دفع غير النقدي، ولكن تم تحديد مجموعة من الجهات على وجه التحديد هنبتدي بيها كمرحلة أولى بتلزم بشكل نهائي بأداء المعاملة المالية بالطريقة الإلكترونية عند حدود معينة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا ابتدينا بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة. نعم. وقلنا إن ابتداء من المدفوعات اللي بتزيد عن 500 جنيه هنالك إلزام بتحصيل هذه المدفوعات بالوسائل الإلكترونية.
تيجي رقم اتنين المياه والكهرباء، وهنا اللائحة التنفيذية وضحت أو وضعت حد 5000 جنيه ما زاد عن هذا الحد يتم سداده إلزاما بالوسائل الإلكترونية. ويمكن هذه القيم قيم مرتفعة نوعا ما، بالذات في الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي اللي بيبلغ حد السماح بالتحصيل النقدي فيه ل 3000 جنيه، ولكن هنا القانون بيهدف إلى التدرج في التطبيق، بمعنى أن احنا بادئين فعلا بشريحة عالية يمكن بترتفع عن أغلب فواتير المياه والكهرباء والغاز في أغلب المنازل، ولكن احنا بنهدف إلى أن احنا نطلق القانون عند هذا الحد ثم نتدرج في التطبيق نزولا بهذه الشرائح على فترات يعني حدها الأقصى 3 سنين. من المفترض أن خلال ال3 سنين نصل إلى أدنى حد يمكن الإلزام بالتحصيل الإلكتروني لهذه المدفوعات خلال ال3 سنين. طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع عدة مرات مع مسؤولين كثر في الوزارة وأيضا في القطاع المصرفي، وتبدو فلسفة الدولة أنه تضم الاقتصاد غير الرسمي في هذه المنظومة، وربما يكون هذا هو الهدف الأسمى. كيف ستدخلون في هذا القطاع الصعب؟ يعني نحن نتحدث عن البقالات والمحال الصغيرة ومقدمي خدمات يعني متعددة، ربما لا يسمح الوقت بذكرهم، لكن نحن نعلم أنه الاقتصاد غير الرسمي نسبته كبيرة جدا، وتسعى الحكومة لوضعه داخل المنظومة الرسمية. كيف سيكون التطبيق فيما يتعلق بهذا القطاع؟ بالظبط زي ما حضرتك قلتي، من ضمن الأهداف هي ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، إن احنا نزود موارد الدولة، إن احنا نقلل تكلفة نقل الأموال، إن احنا نحوكم الإجراءات الخاصة بعمليات الصرف والتحصيل، وفي نفس الوقت نحمي حقوق مستخدمي نظم ووسائل الدفع الإلكترونية. عشان يعني إدراكنا لمثل هذه النقاط ولكبر حجم المعاملات، ارتأينا في إعداد هذا القانون اللي بيخاطب المجتمع بأسره أن احنا نتدرج في التطبيق ونخلق نوع من المرونة في تطبيق هذا القانون، خصوصا في مراحله الأولى، من خلال الإلزام لبعض المجالات والمدفوعات في المراحل الأولى منه. يمكن احنا استعرضنا جزء من هذه المدفوعات، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، الاتصالات سواء التليفونات الأرضية أو المحمول أو دوائر الربط والإنترنت، النقل البري والنقل البحري والجوي والنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال وسائل النقل اللي بتعتمد على أبليكيشن أو تطبيق يمكن استخدامه عن طريق الهاتف المحمول. فبالتالي احنا بنتدرج في التوسع في مظلة الجهات الخاضعة للإلزام في القانون بشكل متدرج، وخصوصا مع كبر حجم المعاملات. المرحلة الأولى في الالتزام بتطبيق القانون في 7-9 اللي جاي هتكون مؤشر لينا بالمجالات والجهات اللي ممكن يتم ضمها في المرحلة الثانية من تطبيق هذا القانون لبدء الإلزام فيها بتطبيق وسائل الدفع غير النقدي. طبعا السهولة اللوجستية تعتبر أمر رئيسي في إنجاح هذا القانون. يعني لو نتعرف على حجم انتشار ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي بالجهات المختلفة حتى الآن. حتى الآن تم نشر ما يقرب من 20,000 ماكينة تحصيل إلكتروني في الجهات الإدارية المختلفة، وتم تلبية احتياج الجهات من الماكينات بشكل عاجل وسريع. احنا يهمنا فقط يهمنا بشكل أساسي ليس الاعتماد فقط على ماكينات التحصيل الإلكتروني، إنما زي ما وضحت لحضرتك احنا أطلقنا وثيقة لتكامل الجهات الحكومية مع بوابة السداد الإلكترونية المركز دفع والتحصيل. يهمنا إطلاق قنوات سداد متعددة ليس فقط من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني اللي بالفعل تم نشرها منذ فترة طويلة بالجهات الإدارية. يهمنا التعدد في مثل هذه القنوات، وبالتالي احنا أطلقنا أو أتحنا السداد باستخدام رمز الاستجابة السريع أو الكيو آر كود. فعلا حضرتك الجهات بتتكامل
حضرتك تحدثت عنه في البداية، كنت مهتمة فقط ب يعني رقم ماكينات التحصيل وأيضا عدد البنوك المتعاونة معكم في هذه المرحلة. ما هي خطة التوسع في البنوك؟ حضرتك أشرت تقريبا أن هم 14 بنك، هل في خطة لتوسيع هذه الشبكة في المرحلة المقبلة؟ الحقيقة وزارة المالية زي ما حضراتكم عارفين هي انتهت من ميكانة كافة مدفوعات الصادرة من الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع القطاع المصرفي، يعني القانون يشمل عمليات الدفع والتحصيل. عندما تقوم الحكومة بسداد مستحقات للغير أو عندما يقوم المواطنين بسداد مقابل هذا الخدمات اللي بيحصلوا عليها من الجهات الإدارية. وبالتالي على سبيل المثال أنا في منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي بيتم التعاون مع 9 بنوك من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد. وأيضا في مجال التحصيل الإلكتروني الحكومي بيتم التعاون مع قطاع واسع وكبير من البنوك يبلغ عددها حوالي 18 بنك من البنوك المرخص ليها بقبول مدفوعة المواطن من البنك المركزي المصري. وبالتالي القطاع المصرفي بأسره برئاسة البنك المركزي المصري في تعاون وثيق من أجل إنجاز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في جمهورية مصر العربية. أخيرا نحب أن نأخذ نبذة عن الحوافز الإيجابية في هذا القانون وأيضا العقوبات على عدم التعاون طبعا بالنسبة للجهات الملزمة بالتطبيق. لو ابتدينا بالحوافز الإيجابية في القانون، يمكن المادة 6 من اللائحة التنفيذية أجازت لسلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة اللي بتقدم خدمات عامة للجمهور بعد موافقة وزير المالية إنها تقدم حوافز إيجابية للمتعاملين معها، وأعطت أمثلة على ذلك، منها تقرير تخفيض على المبالغ المستحقة للسداد بمثل هذه الوسائل فيما لا يتجاوز 5%، رد جزء من المبالغ المسددة بوسائل التحصيل غير النقدي فيما لا يتجاوز 3%، وضع برامج للنقاط والمكافآت تتضمن مزايا مالية وعينية فيما لا يتجاوز 3% من قيمة المبالغ المسددة بهذه الوسائل. وإن كانت هذه المحفزات إيجابية، فبالطبع وجود عقوبات في القانون يمثل رادع ومحفز سلبي على مخالفة القانون أو قبول معاملات غير نقدية. تعرضت لذلك المادة 7 من القانون، ويهمني في استعراض مثل هذه النقاط إن أنا أشير إن القانون ألزم بعدم تحميل المواطن بأي تكلفة إضافية، وهيقوم بسداد مقابل الخدمة الفعلي اللي بيحصل عليها سواء من مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات القطاع الخاص. وفي هذه النقطة تحديداً أوضحت اللائحة التنفيذية أو المادة 7 أيضا من القانون أن العقوبة مخالفة هذه المادة بتحميل المواطن أي أعباء إضافية تفوق عن ثمن الخدمة نتيجة لاستخدام وسيلة دفع غير النقدي بيتم تقرير عقوبة تبدأ من 100,000 جنيه، حدها الأقصى 300,000 جنيه، وبيتم مضاعفتها في حالة تكرار مثل هذه المخالفة. أما في مخالفة باقي مواد القانون فبلغت نسبة العقوبة هي 2% إلى 10% من قيمة المبالغ المسددة بالمخالفة للقانون بحد أقصى 1,000,000 جنيه. شكرا جزيلا الأستاذ حمدي حسني المتحدث الإعلامي للدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا هكذا نصل إلى نهاية مال وأعمال، أشكركم جزيلا على المتابعة.